صحفيين هو ان هذه المباراه ديالنا الثانيه كمكتب موسيقى. المباراه الثانيه وكانت المباراه الاولى كانت فيها مجزره تحكيميه، كان فيها واحد الخطا اللي هو مؤثر ديال الحكم اللي اثر في اللقاء، كان قرار اللي هو مؤثر في المقابله، كان ضربه جزاء لكل العالم كله شاف الا هذاك الحكم سي بلوط. لحد الان كنتسناو التقرير ديال مديريه التحكيم وكنتسناو القرار والاجراء اللي غيتاخذ في هذا الحكم. حنا الا كنا كنادي الرجاء الرياضي اليوم كنشوفوا اننا كنجيو كنبريباريو اللعابه اسبوع وما كيتمرنوا، كتجي يوم المقابله كنشوفوا بان الحكم اليوم ما كانش عنده الجراه، كان يعلن على الاقل انه الوداد اليوم كانت خاصها تلعب ناقصه، خاصها تلعب ب 10، لان جبران كان كيستحق البطاقه الصفراء الثانيه وكيستحق البطاقه الصفراء البطاقه الحمراء مباشره بعد تلقي البطاقه الصفراء الثانيه. الحكم ما كانش عنده الجراه، خاف، ما عرفتوش انا مناش خاف، كان واحد الخطا اللي هو يناقش ديال الاحداد مع داري، اما ضربه جزاء اما خطا، ما رجعش للفار، ما عطانا والو. انا كنقول هذا ميساج للمديريه المركزيه للتحكيم اننا حنا كنادي الرجاء الرياضي ما بغيناش المحاباه، بغينا غير حقنا، بغينا الناس والحكام اللي غيجيو وغيقودوا، لان كنعطيو دابا كنشوفوا تبارك الله راه القجع خدام، كنشوفوا رئيس الجامعه العامه اللي كيقوم به، افريقيا كلها ولات كتحول عندنا هنا كنلعبوا، ولكن واش هذه صوره غنسوقوها على التحكيم المغربي؟ انا كنظن بان التحكيم المغربي الا ما كانوش واش ما عندناش الكفاءات، الا كان عندنا غير حكام ولا جوج هما اللي فيهم الكفاءه، ونشوفوا حكام اجانب على هذا الحساب. في الماتش ديال واز مشات لنا جوج نقاط، اليوم عاوتاني مشات لنا جوج نقاط، لانك تلعب مع الوداد ب 10 ماشي تلعب معاه ب 11، مشاو لنا جوج نقاط، في جوج نقاط من نهار ولينا بعد حنا غير كمكتب موسيقى 4 نقاط دابا اللي مشات لنا. انا كنقول بان البرمجه لا يعقل اننا نلعبوا ديما حنا ورا الوداد، الله يرحم بها الوداد، من نهار بدات البطوله الرجاء كتلعب هي الاولى كتلعب الوداد. ما مقبولاش حنا كنادي الرجاء الرياضي ما مقبولاش. فكنتمنوا ان البرمجه حنا ما كنشكوا في حتى شي واحد، ولكن بغينا حقنا وحقنا غندافعوا ليه تناخذوه بالمساطير بالقوانين، وعندنا الثقه في رئيس الجامعه لانه الا كان عندنا مشكل مع التحكيم ولا مع البرمجه غنلتجئوا رئيس الجامعه لانه كيبان ليه كل شيء. وكنبغي نشكروا اللعابه ديالنا لان اليوم كانت لقيتها ليا وكما كنقولوا تقاتلوا، وكان نسبه الاستحواذ ديال 68%، هذا كيدل على ان اللاعبين كانوا في المستوى الكبير. فتحيه وانا كنقول الجماهير الرجاويه فيما يخص بعد الانتدابات، حنا راه كمكتب موسيقى عارفين الحمل وعارفين شنو كينتظرنا، وكنتمنى بانهم غير يدعمونا كمكتب موسيقى، غيكونوا انتدابات في المستوى، ما كنقولوهاش باش كما كنقولوا غير باش نكالميهم، لا، هذا لزام علينا، لان حنا عيب وعار كنادي الرجاء الرياضي خدينا كاع الالقاب، خدينا السوبر، خدينا البطوله كاف. حنا كمكتب مسير دابا فكنقول بان الهدف الاول ديالنا هو عصبه الابطال، عيب وعار اننا نبقاو غايبين على عصبه الابطال. كنظن باننا ان شاء الله وفي النيه ديالنا اننا نلعبوا على عصبه الابطال، وكما كنقولوا نفوزوا بالكاس الرابعه، ولا بغيتي تفوز بالكاس الرابعه خصك تجيب واحد الانتدابات في المستوى، وخصك تجيب واحد الاطار تقني يكون في المستوى. الشابين لحد الان غيتناقش مع المكتب المديري، كنظن بان غندير واحد التقييم ديال المرحله ديالو، ومن بعد غتشوفوا القرار اللي غيكون. سي ابراهيم انت شخصيا عاجبين في الافارقه ديال فريق الرجاء؟ انا شخصيا انا قلتها في الجمع العام بان عيب وعار، بان كنقولوا حنا بعنا مزيان، بعنا مالونغو، بعنا رحيمي، ملي كتبيع مزيان كتشري مزيان، ما شريناش مزيان، الاجانب ما كيعطيوش واحد الاضافه، بالنسبه لي انا الاجنبي اللي كيجي وكيريح بونتوش راه ما كنظن ما كيعطيش الاضافه، نادي الرجاء الرياضي الاجانب ولا الافارقه اللي غيجيو غيحملوا القميص ديالو خاصهم يكونوا قد داك القميص، قد داك الشعار، قد هذوك اللعابه، لان لا يعقل صاحبي ان اجنبي ما كتلقاش في اللائحه ديال المباراه، دونك ملزوم علينا اننا نشوفوا بدائل لهاد الاجانب. شكرا. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.